صراحة عمو أنا كتير مبسوط وأخيرا اتفقنا أنا وفرح هيك عنهار اتعرف عليك فيه وأطلب إيدا من حضرتك. يا أهلا يا أهلا عمو، وأنا كمان اللي الشرف اتعرف عليك. عم طلع فيك هيك هيك شاب مهذب مرتب. ميرسي الله يخليك، بتحكي بأصلك، الله يطول بعمرك. تسلم تسلم تسلم. ليك بس يا ابني أنا في عندي كم سؤال يعني بدي أسألك إياه. بتعرف فرح بنتي الوحيدة وأنا بهمني مستقبلها. أكيد ايه بس بابا انه سمع بالاول، ايه مش دغري تبلش في اسئله. روي يا بنتي روي، ايدك ايدك روي يا بنتي، انا بعرف شو بدي احكي. يا ابني انت مأمن حالك؟ عندك بيت يعني؟ بصراحه عمو لا، مش مأمن بيت بصراحه. مش مأمن، فاذا اكيد بتكون مأمن وظيفي معك. يعني اول جلسه وعم تقول عني مهذب وهيك، ما رح كذب عليك، لا عمو كمان مش مأمن وظيفه. طب يا امي انت شو عندك؟ كيف جاي تتجوز؟ بابا روق. روقي انت شو مأمن؟ شو مأمن؟ ايه مأمن المثلث التحذيري والاطفائية بالسيارة وشنطة الإسعافات الأولية، كلهم صاروا هول فرضهم قانون سير جديد صاروا بالسيارة. مأمنون؟ ولك برافو عليك برافو عليك، الله يوفقكم يا رب، الله يوفقك. خد راحتك خد راحتك، الله يوفقك يا بنتي، الله يوفقك يا بنتي، مبروك مبروك. شرب قهوة شرب قهوة. يخليكم يا رب. كيسك كيسك، خليك يا بنتي مبروك.